التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء. هكذا نجدد اللقاء مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه وشوطنا السابع عشر الذي ينطلق منذ غليل الخاص بمنافسة الإبكار اللقاية المحليات الأصايل. نسير إلى مقدمة الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات اللي تبدأ على المقدمة. هذه روعة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي تحتل المقدمة والمركز الأول، بينما نقلتنا إلى المركز الثاني. هذه فتنة لسالم بن صالح بن طرشوم الحامري يتقدم على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث هذه السرية هدي بن بطي بن دبيثان الشامسي يأتينا على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذه خلابة محمد بالكربي بن نقيطة العامري يتقدم على رابع المراكز، بينما في المركز الخامس هذه مواري حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي، بينما في المركز السادس هذه وهيلة فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، بينما في المركز السابع الآن تتقدم في هذه اللحظات هذه الشاينية محمد بن العبد الشرقي الحرسوسي تتقدم الآن، بينما ناخذ اللي على المركز الثامن الآن هذه سياجة لحمد بن سالم سعيد بن حلوكة المركز الثامن، بينما في تاسع المراكز الآن تتقدم اللي هي أيضا الشاذلية مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام تتقدم في هذه اللحظات متابعينا الكرام هذه الشاينية. نعم محمد بن عتيج المهيري تتقدم على تاسع المراكز وعاشر المراكز اللي هي غار عمير بن سيد بن معضد المشغوني. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء النتيجه للعشر المراكز الاولى. عوده الى مقدمه الشوط. روحت بهشطها وقفة ومر، روحت
عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. وهذه الشاهينية، الشاهينية والف ميتين عن خط النهاية، الشاهينية لحمد بن محمد بن عتيج المهيري متواجدا على المقدمة والصدارة. المركز الثاني الشاهينية محمد بن العبد بالشرقي الحرسوسي متواجد على ثاني المراكز، بينما راغب الوصول من قبل الشاهينية لحمود بن سعيد الحارثي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هنا الوصول مع المركز الرابع في هذه اللحظات اللي تتقدم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. هذه هي سواري لخليفة بن سعيد بن سالم بن عويس الدرعي غادم بقوة في هذا الاندفاع، وابن حلوكة واصل، وهنا الآن اللي هي السايحة سالم بن هاشم الشامسي يصل بالسايحة مع هذه الأمتار الأخيرة. يا هي من معركة، يا هي من منافسة قوية في هذا الشوط. وهنا الآن الشاهينية، الشاهينية مسيطرة في مقدمة الشوط، محمد بن العبد بالشرقي الحرسوسي في مقدمة الشوط في البداية. المركز الثاني بن مصلح غادم بقوة في هذه الاندفاعة، في هذه الانطلاقة الجميلة. الله، يا سلام يا سلام على هذه المنافسة القوية، على هذه الاندفاعة. الشاهينية، الشاهينية على الصدارة، الشاهينية مع الحرسوسي، وبن مصلح يحاول مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات النهائية. ولكن هنا الأمتار، الأمتار الأخيرة. سلام سلام لمحمد بن العبد بالشرقي الحرسوسي، سلوب لأهل الوقن، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت السايحة سالم بن هاشم الشامسي، المركز الثالث بن حلوكة، والمركز الرابع عندك يا بن مصلح، المركز الخامس الحين لأعضاء لجنة خط النهاية. نعود بالتهنية والناموس مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني 7 دقائق 39 ثانية. تهانينا.